ما هو الشرط الثاني من شروط الصلاة؟ العقل. نعم. يا صلاة شرطات ما شرطات فلتن يوم عنا وبرسيل أعمر ويتمعلم. فلو صلى المجنون صلاة باطلة يقول. نعم. ودي صار صلاة بسجد صلاة ودكنا. لو صلى السكران. يا سكران صار سكران. لو صلى السكران ما حكم صلاة السكران؟ اسأل. لا تترجم كلامي. نعم. يذكر سو بساجر صلاة دين لها باطلة يا رجل. سكران ليس بمجنون. ترجم انديت ارغونو يذكر سو ابدا دين لمن. ايهما افضل السكران والمجنون؟ ما نقولو يبلطو. ايهما افضل السكران والمجنون؟ المجنون أفضل لأن المجنون معذور. نعم. دي شالالين بكناتهم السوء مريض تكيف ينبته مهنيا وقناه وقناه يقبب. أما السكران غير معذور. يهيب انتني سكره وصوقين الله يقرأي له ما هو يقبب. هل معنى هذا أن السكران لا يصلي؟ لا. يقول لابد أن نمنع من شرب الخمر. نقول لابد تصلي. المجنون أفضل منك. البهائم أفضل منك لأن البهائم عرض عليها الخمر أبت أن تشرب الخمر. نعم. إنساسا أسكاري سكر بلات ألتا تامتران ديج أمرو يالو سوقن ميا سكرو النقر سكر بلات يتطان سلادي إيهي يسكرو السوق إن دايسا قدان كلك لهم منه سبحان الله.